رسائل محدوده في الواتساب اللي يمكن تسترجع. ات ديبينس هاد الاسئله اخويا، ات ديبينس، ما نقدرش نقول لك هل يمكن ولا ما يمكن. كاين بعض مثلا واحد بعض الهواتف اللي كنجيو باش نسترجعوا هاد المعطيات، مثلا كيكون شي واحد سوبريما من التليفون ديالو دوك الميساجات، مثلا شي واحد مناكر هو ومرطو، لا هذا فهمتي، نرجع لنا هاد العيبات، كتجي هي ومرطو، تيجي واحد خصو يجي هو ومرطو، ما يمكنش لي انا نقيس ليها تليفونها الا ما عطاتني الترخيص، تيجي هو ومرطو، كان فهمتي كنقدروا بعض المرات نستخرجوهم لوكالي ولا من الكلاود، فهمتي، وبعض المرات ما يمكنش لي نرجعو. سو ات ديبان، ما نقدرش نقول لك اصاحبي ممكن وما ممكنش، على حسب الحال، على حسب الحاله نعطيك كيفاش. دابا باغ اكزومبل حنا غنرجعوه بالكلاود، هو داك الكلاود داير الميزاجور باغ اكزومبل، انها كل مثلا كل نهار فدار الميزاجور، ما يبقاش نقدر باقي نرجع من الكلاود، حيت صافي دارت الميزاجور في الكلاود، فهمتي. فأمين فوقاش المغرب غادي يدخل مجال البلوكشين والعملات الرقمية؟ الله أعلم أخويا، هاد المعلومات ما نقدرش نجاوبك عليها. المصيبة ديال هاد الساعة خاصك تشارجيها كل ساعة، هادي هي الخيبة فيها. باش نكونوا صادقين، أنا في المراجعات ديالي حيت هادشي شاريه برسك غير باش بيتوين، دابا عندك هاد الهواوي هادي، دابا راك شفتو هاديك الهواوي، راه غادي شوف اللي بغا يشوفها راه غيلقاها في واحد التصويرة، ولا أنا نوريها لك، راه غيلقاها في واحد التصويرة حطيتها في فيسبوك، راك تلابسها. جيت انا ما نقولكش جيتري هي الاخرى، انا ندير لك نعطيكم غير واحد المراجعه بسيطه بين هاد الجوج هادو. نعطيكم مراجعة ديالي شخصية، تجربتي الشخصية. الو كاينة عندي هادي عندي، عندي هادي جيتو برو. دابا راه كاينة جيتري، كاينة الثالثة، كاين الإصدار الثالث، هذا الإصدار ديال العام اللي فات، هو اللي عندي، هو هذا البرو، حيت فيها هذا سفير ما تيتقشرش. واخا الفرق بين هادي وبين هادي، هادي يا خوت قسما بالله، الا هادي كنضربها في يدي جوج سيمانات ما كنشارجيهاش باقي، وكتقل فيها القلب، فيها تقريبا كاع داكشي اللي في هادي. غير المشكله ديال اللي عنده الايفون، واخا لابليكاسيون ما تخدمش ليه مزيان، يعني اللي عنده اندرويد وعنده هاد الساعه بتخدم ليه مزيان مخير، ولكن اللي عنده الايفون هي ماشي تنقول لك مشكل، هي ماشي مشكل، ولكن ماشي ما غاديش تعطيك البيست بيرفورمانس ديال المكان. المهم في شرو الشارج ديالها كنشارجيها جوج سيمانات، تنسى الرش، تنسى شي حاجه سميتها نشارجيها. هاد المصيبه الكحله غاليه، اولا هذيك شحال شريتها؟ هذيك شريتها بقريب قول 3000 درهم قل شي حاجه، واحد الدري باعها ليا جمله الله يرحم ليه الوالدين. المهم هي كانت دايره في السوق 3000 درهم، هو باعها ليا بشي 2000 وشي حاجه، شي 2800 ولا شي ما بقيتش عارف، شي حاجه بحال هكا 2800. هاد المصيبه الكحله شاريها حتى هي، دار معنا واحد السيد مزيان الله يجازيه بخير، المهم شريتها ب 5000 درهم. هاد المصيبه الكحله خاصك كل ساعه شارج، كل ساعه شارج، كل ساعه شارج، غير شويه شارج، هادشي باش خايبه. وزعما الناس اللي سميتو انا والله الا تنصحهم بهادي، هادي محشيه صافي، هادي تحشات لينا 5000 درهم حنا تنلبسوها تطلع لينا في الراس، وكتجرح دغيا، هاديك ما تتجرحش. المهم تنهضر على البرو، حيت البرو دايره 3000، هادي 5000 وكتجرح دغيا. انا باقي ما تجرحتش، ولكن شفت بزاف الناس يحضروا ما كتجرح، هادي اخويا ما تتجرحش والله العظيم، باقي هاك تدين